جسم الإعلامي. 60,000 وخصص لها ما خلينا نبدأ من هناك أو نجي هيك مش احنا يعني لأن أنا بتذكر امبارح بعملية فرز محافظة البلقة كان تحت النور. بينما عدد المترشحات بلغ عدد المترشحات من النساء الإجمالي 252 فاز منهن 20 يمثلن 15 كوتا وخمسة تنافسي. أما فيما يختص بالأحزاب السياسية كان عدد المترشحين الحزبيين 216 فاز منهم 27. نسبة عدد الفائزين الحزبيين من عدد المترشحين الحزبيين 13%. نسبة عدد الفائزين الحزبيين من عدد أعضاء مجلس النواب بلغت 20%.